اليوم قمنا بتسليم شهادات الاستفادة من الأراضي الصحراوية المحفظة الثانية في هنا في ولاية ورقلة، وين قمنا بالتوزيع على 29 مستفيد. المساحة المقدرة في توزيع هذا المحفظة الثانية كانت ب 24000 هكتار اللي وزعناها اليوم على 29 مستفيد. أما في يخص الوطن على الولايات المعنية في هذا الصدد، عندنا منيعة، عندنا غردية، عندنا توغورت وورقلة، وين وزعنا قرى 77 استفادة. المساحة الإجمالية اللي وزعناها في المحفظة الثانية 97000 هكتار. استفدنا من هذه الرخصة بخصوص 1000 هكتار في حاسي الحجر، هذا كل باش نديرو إنتاج العلف وإنتاج القمح، وجزء كبير هو إنتاج القمح. ونشكر الدولة منها مديرية الري وشركة الكهرباء، لأنه كما قال السي الوالي يعني رخصة الحفر الأبار راح تكون على 48 ساعة، معناها هذا إنجاز كبير كبير كبير. احنا عطاونا 370 هكتار، راح إن شاء الله ندخلوا في إنتاج المواد المميزة اللي هي القمح والذرة والحوايج اللي يسمى محتاجتها الدولة ودايرتها من بين الأولويات.